بسم الله الرحمن الرحيم. تستقبل مديرية أوقاف القليوبية اليوم الاثنين 25/10/2021 الدفعة 21 وقدرها 2 طن، وبذلك يبلغ ما تسلمت المديرية 68 طن. وصل إلينا اليوم الاثنين الموافق 25/10/21 الدفعة 21 من لحوم صكوك الأضاحي، وبذلك يكون قد وصل إلينا في مديرية أوقاف الفيوم 72 طنا من لحوم صكوك الأضاحي. اليوم الاثنين الموافق 25/10/2021 تم وصول الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 2 طن، ليصبح ما تم وصوله لمديرية أوقاف الوادي الجديد 14 طن. اليوم الاثنين 25/10 وصلت سيارة لحوم الأضاحي إلى مديرية أوقاف بني سويف محملة ب 2 طن من اللحوم، يصل إجمالي ما تم إرساله إلى محافظة بني سويف 72 طن حتى الآن. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.